قوم سقطت من السماء في ذلك اليوم، والأرض زلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت والأموات قامت ودخلوا المدينة ظاهريا. وعرفهم كثيرون من الناس، فلما نظر أولئك عرفوا قوة المصلوب على الصليب. وإسرائيل انطمست عيناه فلم ينظر ولم يفهم. ومن أجل أن في يوم الجمعة لا يجب أن تبقى الأجساد على الخشب، سألوا الوالي أن يكسروا ركبهم لكي يموتوا، فكسروا ركب اللصين. أما المخلص فوجدوه قد مات، فأسرع واحد من الجند وطعنوا بحربة من في جنب الأيمن، فجرى منه ماء ودم في مرة واحدة أمام الجمع. معنى كده دم يبقى حي، مية ميت. الحي والميت في آن واحد، حي بلاهوته وميت بناسوته. فالشاهد الصادق تأمل هذا، وشهادة الحق هي، وهو أيضا يعلم أنه قال الحق. من أجل هذا كتب كما نظر، وكمل عليه قول الناموس أنه لم يكسر له عظم. وأيضا قالوا سينظرون لمن طعنوه، فهو يدينهم أمام أعينهم. ومضى قائد الماء إلى بيته وهو مبهوت ممجدا لله من أجل ما كان هبة العقول. ولم يفهموا إسرائيل أن المخلص يسوع بآلامه المحية خلص العالم خلصا أبديا. مسيح مخلصنا جاء وتعلم عنا كيف بآلام مخلصنا في الوجود، ونرفع اسمه بخلق تزبين صوتي في أفشي بإمكو هنا خلني في إمكو تفسوتي إم ومارنتي أونا تيتشي سي إم بإفران شافتر أونا إيمان طابق نشتين. بعد كده يتقال الختام، بعد كده تقريبا الختام. ومن هنا بعد الختام هيتقال ايه؟ حاجة مهمة جدا، وهي إن بيحصل بتتفتح بيتم فتح باب الهيكل والخورس، ويتكسي الهيكل بكسوة الأيام سبت الفرح، وتوقد الشرع وتجهز أيقونة الصلبوت والصلبان، والكهنة لابسين بدلهم ومعهم المجامر والبخور، ويبدأون بقراءة مراسي أرميا. مع بعضينا هنقول مراسي أرميا، مراسي أرميا النبي إصحاح التالت من عدد واحد. أنا هو الرجل الذي رأى المثل، أتى علي بقضيب غضب وقادني وصيرني في الظلم لا في النور، والآن رد يده علي النهار. أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس راسي، وذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم. سياج علي حتى لا أخرج، ضعف روبتي وسقط سلسلتي، أدعوه فلم يستجب لي، وأصرخ إليه فلم يصر وسد صلاتي. سيج سبلي وأغلق طرق المسلوكة، وقلق جسمي قوي، صار لي كأسد كامن في موضع مختفي. طاردني وصارعني وتركني هالكا، أوطر قوسه وأقامي هدفا ليلقي في سهامه. أدخل في كليتي نبال غعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية له بالنهار كله. جرعني الحنظل وأسقاني من العلقة، هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، وأبعد نفسي عن السلام.
ونسيت خيراتي وأعيادي وحلمي ورجائي من الرعاع.